التمرد الذي شهدناه في منطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعم أيضا بعض الحركات المسلحة والمتمردة من دارفور فيما يسمى بتجمع القوة الثورية. وهذا الأمر وصل إلى درجة الدعم المباشر بالعتاد والأفراد والقوات التي دخلت منطقة هجليج مؤخرا، ونحن ندين هذا المسلك الذي يمثل اعتداء صريحا على أراضي سودانية. بعد الطامة الكبرى التي حدثت في هجليج، نعتقد بأن هذا الوقت وقت عمل وليس وقت حديث، فالجهود كلها ينبغي أن تنصب نحو استنفار الشعب. الشباب ينبغي أن يتحركوا نحو جبهة القتال ليعيدوا سيرة الدبابين. كان الشباب يقاتلون في أحراش الجنوب، أما الآن فإن الأمر أصبح متعلق بالشمال، بالسودان الشمالي، فبالتالي ينبغي أن تتوحد الجهود وتتوحد الجبهة الداخلية في سبيل التصدي لهذا العدوان الغادر الذي ارتكبته الحركة الشعبية. وبنفتكر أنه دي أصبح استهداف كامل، والاستهداف الكامل على السودان استهداف بيستهدفه الدين، استهداف للعرق، استهداف للاقتصاد، واستهداف حتى للهوية. لذلك بنفتكر أنه هذا الاعتداء هو مش اعتداء على النظام، بل هو اعتداء على السودان. لذلك بيبقى الآن المطلوب أولا هو رد العدوان، ورد العدوان دي بيجي من أخواننا في القوات المسلحة، ومن هنا نحن بنحييهم وبنتمنى لهم النصر المؤزر.